بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كما سبقنا في أن المسافر ما دام في سفره فإنه له أن يفطر، عملا بقوله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إلا إذا نوى إقامة في أثناء سفره، إقامة سواء في الطريق أو إقامة في البلد تزيد على 4 أيام، إنه حينئذ يأخذ أحكام المقيمين. يلزمه إتمام الصلاة ويلزمه الصيام في رمضان، لأنه أصبح مقيما وانقطع سفره بهذه الإقامة التي نواها تزيد على 4 أيام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع. هؤلاء هم أصحاب الأعذار الذين رخص الله لهم بالإفطار، وهم المريض والمسافر والشيخ والشيخة، يعني كبار السن الذين لا يستطيعون الصيام، وكذلك الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو خافت على جنينهما أو حملهما. كل هؤلاء لهم الإفطار في رمضان نظرا لعذرهم، قد رخص الله لهم في ذلك. نعم. عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. رواه الخمسة. نعم. إن الله وضع، يعني رخص سبحانه وتعالى للمسافر أن يفطر، ورخص للمريض أيضا أن يفطر إذا كان مرضه يشق عليه معه الصيام فإنه يفطر، وكذلك الحامل إذا كانت تخاف على نفسها تفطر، أو خافت على حملها فإنها تفطر، وكذلك المرضع إذا خافت على نفسها من الصيام أو خافت على جنينها من شح اللبن فإنها تفطر أيضا من أجل الرفق بجنينها وحملها. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها. رواه الجماعة. نعم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ورخص للمريض والمسافر أن يفطر وأن يقضي من أيام أخر قدر ما أفطراه، وكذلك وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أما من أدركه صيام رمضان وهو شيخ كبير أو شيخة كبيرة معهم عقلهم ولكنهم لا يستطيعون الصيام، فهؤلاء يكتفى منهم بالفدية. هذا على قول في الآية وهو الصحيح. القول الثاني أن الصيام أول ما فرض أنه مخير، ما
من شاء أن يفطر ويطعم ومن شاء أن يصوم. ثم إن الله فرض الصيام في آخر الأمر فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا قول آخر في تفسير الآية. نعم شيخ، يعني وضع الصلاة عن الحائض، هل هناك نقول يعني حكمة من وضع الصلاة عن الحائض؟ السنة هكذا، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، إنما الذين يوجبون عليها أن تصوم هم الخوارج، وأما أهل السنة والجماعة قاطبة، فإنهم يرون أن الحائض أنها تفطر، لأن خروج الدم هذا منها يضعفها، فلا يجمع لها بين إضعاف الصيام وإضعاف خروج الدم الذي به قوتها، فهذا من رحمة الله جل وعلا بها. نعم. الإطعام ما مقداره فضيلة الشيخ؟ الإطعام مقداره نصف الصاع على الراجح، وهو كيلو نصف تقريبا، كيلو نصف من الطعام. نعم. وبالنسبة للشيخ صالح يعني للكبير الهرم، هل يجوز أن يدفع الكفارة أول الشهر؟ له أن يدفعها جميعا وله أن يدفعها مجزأة، المهم أنه يخرج 45 كيلو من الطعام. نعم. الشيخ الكبير يعني إذا كان عقله مرة يأتي ومرة يذهب، هل يطعم عنه يا شيخ هذا؟ كونه يطعم عنه أحوط، نظرا لأنه عنده عقل في غالب الوقت أو في بعض الوقت، فيطعم عنه من باب الاحتياط. نعم. بالنسبة لإعطائها لبعض الجمعيات يا فضيلة الشيخ، هل ترون ذلك؟ ما تعطى إلا لمن يدفعها إلى المستحقين، فمن وثق بأحد أنه يدفعها إلى المستحقين هذا من باب التوكيل، فلا بأس بذلك. أما مجرد أن يدفعها للجمعيات وهو لا يدري عن تصرفها ولا يثق بها، وأيضا الجمعيات قد يكون أعمالها كثيرة فلا تهتم بهذا الأمر، تجمع هذا الطعام مع ما عندها من قبل ولا تهتم به، إلا إذا كان القائمون عليها من الثقات الذي يثق بهم أن يدفعوها للمحتاجين فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على تفضلكم بشرح هذه الأحاديث المباركة من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. شكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله مع هذه الدروس، والسلام عليكم ورحمة الله.